مساء الخير على حضراتكم كل مشاهدي قناة تي في في كل مكان، برحب بيكم في لقائنا الأسبوعي وبرنامجكم ربنا موجود. حلقة النهاردة من البرنامج هنتكلم فيها عن جزء مهم جدا في حياتنا، وهو موضوع حياتنا كله، حياتنا مع ربنا. لو جينا نتكلم عن الخطية ونوصفها ونوصف حالنا لما بنقع فيها، هنشوف انها قد ايه بتكون انفصال عن ربنا، وكأنك سبت بيتك وسافرت الكورة بعيدة، وده اللي ربنا وضحه في مثل الابن الضال. لكن للحظة وانت قاعد مع نفسك وبتفكر في حالك وقت ما بتكون في الخطية وتدور ازاي ترجع، في اللحظة دي ربنا بيشوف قلبك وبيعرف سؤال قلبك وبيشتقلك اكتر من انت بتشتقله، وبيبدأ انه يدور عليك. تعالوا نشوف ربنا ازاي يتعامل مع الخطاة في الكتاب المقدس. ربنا كان حنين عليهم، بيدور عليهم. ربنا قال: لم أتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. ده حال الخطاة اللي ربنا بيشوفه، جاي عشان يدور عليهم. النهاردة ربنا بيقولك مهما كان حالك، مهما كان ضعفك، مهما كان ألمك، مهما كانت الخطية كسرتك، ومهما الشيطان وقعك، ومهما حاول أن يوقعك في فخ يقولك أنه حالك خلاص ما يقوس منه وربنا مش عايزك، ربنا بيقولك خلي بالك أنا بدور عليك، ولو في قلبك لحظة واحدة بتفكر فيها في التوبة هتلاقيني مستنيك. النهاردة هنتكلم ازاي ربنا بيكون موجود في حياة التائبين. لو بتفكر تتوب، لو بتفكر انك ترجع لربنا، تابعنا في حلقة النهاردة من ربنا موجود. ودلوقتي نخرج معاكم الفاصل وبعدها نرجع نبدأ حلقتنا على طول. ربنا شايف، ربنا سامع، ربنا عارف كل اللي بيجرى، ربنا دايما بيتصرف وبيعمل من أجلك. ربنا موجود في كل مكان، في كل زمان. ربنا موجود مع كل إنسان فينا، حاسس بيك، عارف احتياجاتك، وله طرق كتيرة مش ممكن تخطر لك على بال، يقدر بيها يدبر كل احتياجاتك. شعورنا بوجود ربنا معانا بيدينا طمأنينة، لأن اسم الرب برج حصين بيلجأ ليه الصديق وبيتمنع، زي ما قال المزمور: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. باسم الرب وقف إلي النبي قدام أخاب الملك، وباسم الرب كمان وقف موسى وهارون قدام فرعون، وباسم الرب وقف بولس الرسول أمام فستوس وأغرباس. وجود الرب كان في حياتهم سبب قوتهم، وعشان كده لازم دايما نقول وكلنا ثقة: ربنا موجود. <تص->
الرب يسوع ازاي يتعامل مع ناس كتير قوي خطاه في الكتاب المقدس. لو فكرنا اللحظه ازاي يتعامل مع السامريه ومع المراه الخاطيه ومع اللص اليمين على الصليب وغيرهم كتير من الشخصيات اللي كانت عايشه حياه صعبه وحياه في الخطيه، لكن كان ليهم اشتياق جواهم حتى لو هم نفسهم في لحظات ما كانوش قادرين يقروا اشتياق قلوبهم دي، لكن ربنا قدر انه يقرا ويعرفهم. ربنا كان حنين جدا، طبطب وحن ولمس وتعامل وقرب. على العكس تماما كنا بنشوف في لحظات ربنا ازاي كان بيتعامل بقوة وبحزم مع شخصيات تانية في الكتاب المقدس، كان بيشوف فيها انها شخصيات متعجرفة ومتمسكة بكبريائها وبذاتها ورفضة حتى التوبة. عشان كده لو انت جواك اشتياق انك تعيش مع ربنا، لو جواك اشتياق انك ترجع لبيت أبوك والحضن أبوك، حاول أنك تفكر وتبدأ تاخد الخطوة الأولى، وهتلاقي بدل الخطوة اللي أنت مشيتها ربنا مستنيك خطوات كتير. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن إزاي ربنا بيكون موجود في حياة التائبين. بيسعدني ويشرفني يكون ضيفي القموس فيليمون، خليفة كان كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بحوش عيسى بالبحيرة. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بحضرتك، أهلا بالسادة المشاهدين كلهم. أهلا بيك. برنامجنا ربنا موجود من خلاله وفي كل حلقة بنحاول إزاي نشوف ربنا موجود في حياتنا، في الصعب قبل السهل، وأكيد من أصعب الأمور وقت ما بنقع والشيطان بيسيطر علينا وعلى حياتنا، بنحس إزاي ممكن أقوم وإزاي ممكن أرجع وإزاي ربنا ممكن يقبلني وأنا حالتي شكلها كده، وبنغرق في حالة من اليأس حتى من نفسنا، وفينا اللي بيكون مستمتع بحاله وبالخطية اللي هو غرقان فيها. لو بدأنا من البداية في أسباب السقوط، يعني إزاي الواحد بيهون عليه نفسه وبيهون عليه حياته مع ربنا ويبدأ ينجرف في طيار الخطيئة؟ هو من أسباب السقوط، أسباب السقوط كتيرة جدا، بس من ضمنها أول حاجة شخصية كل واحد فينا. كل واحد فينا مختلف عن التاني. كل واحد فينا مكون من مجموعة أفكار، والأفكار دي كلها متخزنة في القلب. فشخصية كل واحد فينا بفكره بتكون سبب من أسباب سقوطه أو توجهاته. في واحد فكره كله متجه ناحية السماء، يعني مثلا لو واحد فكره مشغول جدا بتسبيح ربنا، فكل حاجة يشوفها قدامه يقول لها سبح الرب، مثلا زي داود النبي يشوف السماء يقول لها سبح الرب يا الشمس والقمر والنجوم والكواكب والنار والنور والظلمة. واحد شخصيته مشغولة جدا بالتسبيح. واحد تاني فكره مشغول بالخطية أو بالنجاسة أو بالدنس، فتلاقيه كل اتجاهات فكره مشغوله بالحكايه دي. ممكن يمسك ريموت تلفزيون يقلب 100 قناه ومش ما وصلش لحاجه، الفكر بتاعه عمال يدور على حاجات كتيره هو مش بيعش بيها، بيقف عند اللي هو شايف نفسه اللي محتاجه هو من فضله القلب يتكلم اللسان. القلب متخزن فيه حاجات كتيره، تطلع على الفكر واللسان يتكلم. ممكن نقعد مع واحد ينتقد الناس وينتقد لبس الناس وينتقد لغه الناس، المتخزن هو حياته شكلها كده. فأسباب السقوط منها شخصياتنا. الحاجة التانية من أسباب السقوط هو حيل إبليس، الشيطان، ودي برضو من ضمن أهم الحاجات. الشيطان كل عمله يبعد الناس عن ملكوت ربنا، كأنه عامل لنفسه ملكوت وعاوز يبعد الناس عن ملكوت ربنا ويضمهم ليه. طب في النقطة دي احنا بنبقى عارفين الشيطان وعارفين ألعيبه وبنسمعها، ويمكن أحيانا احنا اللي بنكلم الناس ونوعظهم ونقول لهم حاسبوا، ومع ذلك بنقع فيها. حيل كتيرة جدا. الشيطان بيدخل لكل واحد بطريقته. الشيطان كل همه انه يشوه صورة الآخر، صورة ربنا. يعني في قصة آدم وحواء الشيطان طلع ربنا كذاب عند آدم وحواء، يقول لهم ايه؟ لن تموت بل ستسيراني مثل الله عارفين الخير والشر. يعني ربنا بيضحك عليكم، فيشوه صورة ربنا. يشوه صورة الآخر مع آدم، آدم نفسه يقول لربنا ايه؟ يقول له المرأة التي أعطيتها لي، مع انه في الأول كان يقول عليها انها عظم من عظامي ولحم من لحمي، تشويه. ده شوه صورة آدم نفسه قدام نفسه لما استخبى من قدام ربنا، وربنا يدور عليه، آدم آدم أين أنت؟ يقول له أنا سمعت صوتك فاختشيت لأني عريان فاختبأت. فحيل إبليس كتيرة جدا، يشكك الناس أو يشوه صورة بعض، يشوه صورة الكنيسة. تلاقي الناس عم تغلط في الكنيسة، تغلط في البابا، تغلط في الأسقف أو الرموز الدينية، دي كلها حيل إبليس عشان يضعف الرموز الدينية. العين ما بتشوفش غير النقد وغير السلبي، ما بنعرفش نشوف حاجة حلوة في الوقت ده. يعني مثلا كل واحد بيعترف عند الكاهن، فلما الشيطان بقى يشكك بين الإنسان والكاهن هيروح يعترف عند مين؟ لما يشكك بين قدسية الكنيسة، قدسية الناس اللي في الكنيسة، يبقى بالتالي بيبعد الناس عن الكنيسة. فدي حيل
حيل إبليس، ودي برضو من أسباب السقوط المهمة جدا. السقوط فيها لها أسباب كتيرة جدا، منها الذات، منها الكبرياء، منها المحيطين. يعني ممكن يكون ناس محيطين بيا هم اللي يسقط في الخطية. علشان كده اختيار الأصدقاء مهم خالص. الصديق هو باب الفكر. لو أنا اخترت صديق هيقودني للتوبة، هيقودني للروحيات، هيقودني للسماء، هيبقى اخترت كويس. اخترت صديق هيقودني للشرب أي حاجة وحشة. يعني أنبا بولا مثلا كان ماشي في السكة هو أخوه بيختلفوا عشان الميراث، وهم ماشيين في السكة شافوا واحد ميت، القصة اللي كلنا حافظينها. لكن الفكر بتاع الأنبا بولا وصل في لحظة للسماء، في لحظة كده أنا رايح فين؟ أنا عايز، مش عايز ميراث، مش عايز حاجة، أنا ممكن هموت زي الأخ المتوفي ده. وراح في الحال تراجع اللي كان بيعمله، وراح عاش بأول السواح وأول متوحدين. فالفكر بتاعنا عليه عامل كبير جدا من توبتنا ومن سقوطنا. تمام. يمكن وأنا بقدم الحلقة النهاردة وإحنا كلنا بنقرأ في الكتاب المقدس وبنشوف تعاملات الله مع شخصيات الكتاب، خلينا نتكلم على العهد الجديد وزي ربنا حنين وبيلمس وبيقرب وبيدور وبيقبل، رغم يمكن الشخصيات دي نفسها كانتش تفكر انها هتتوب ولا ان حياتها تتغير. وعلى العكس تماما مع ناس تانية بنشوف ان ربنا كان بيتعامل معاهم بشدة، مش عايز اقول انها بقسوة، لكن ربنا كان حازم قوي معاهم. ليه النوعين دول من التعامل على الرغم من انه الشخصيات التانية دي برضو مش متوقع انها لها تتوب ولا انها ترجع؟ قدسك بتشوف طريقة التعامل دي ودي ازاي؟ ربنا بيتعامل مع كل واحد بالطريقة اللي تناسبه، أهم حاجة تقوده الخلاص نفسه. يعني ممكن يتعامل بشدة جدا مع واحد والنتيجة أنه هيخلص والأمور هتهدى معاه جدا، واحد تاني يتأثر ويبقى حساس جدا. في قول جدا حلو جدا كان يقول بقدسة البابا المتنيح البابا شنودة، كان يقول القلب الحساس يبكي على خطيته حتى إن غفرت. يعني في قلب حساس جدا والخطيئة اتغفرت لكن بيبكي على خطيئته، فده ربنا طبيعي يكون معه حنين قوي. وفي قلب تاني قلب ناشف شوية، مش عاوز يغفر، مش عاوز يسامح، وهو بكده هيحرم نفسه من السماء. لأن الغفران علاقة بين الإنسان وبين الله، مش بينه وبين الإنسان. ربنا اللي قال اغفروا يغفر لكم، علاقة بين واحد وربنا. واحد مش عاوز يغفر أبدا، فرح ربنا يتعامل معاه بقسوة شوية، بشدية شوية، بعت له تجربة صعبة. أهم حاجة النتيجة واحدة، هو خلاص نفس الإنسان. فالله حكيم جدا في معاملاته والطرق اللي يكسب بيها كل البشر. ما نقدرش نقول انه رافض ناس معينين حتى لو هو شايف جواهم الكبرياء وشايف غلاظة القلب بتاعتهم، لكن برضو بيبقى عاوز. في آية في إنجيل مرقس صعبة جدا بتقول إيه؟ بتقول لألا يتوبوا فتمحى خطاياهم. واخد بالك؟ لألا يتوبوا فتمحى خطاياهم. يعني في ناس أشرار جدا جدا جدا، بس لو تابوا هتمحى خطاياهم. شوف حنية ربنا. يعني شوف هم الشر بتاعهم كبير جدا وشرهم على ناس كتير، فيقول لألا يتوبوا فتمحى. لكن لو تابوا ورجعوا زي إريانوس الوالي مثلا، ما هو قتل شهداء كتير جدا، لكن لما رجع رح ربنا فتح له الباب. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. ربنا حنين قوي حتى في اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان. يعني الباب بيفضل مفتوح لغاية آخر لحظة. شوفي الباب مفتوح والله بيسعى. تخيلي ربنا بيسعى ان احنا نعترف. يعني مثلا ادم اكل من الشجره وربنا يقول له ايه؟ يقول له هل اكلت من الشجره؟ طب ما ربنا عارف انت بتساله يا رب. ربنا عاوزه يعترف، عاوز يقول له ايوه يا رب انا غلطان. بس ادم ما اعترفش، ما قالش. ونفس الحكايه عند قايين، قال لقايين ايه؟ ماذا فعلت؟ طب انت عارف انه قتل اخوه. لكن ربنا عاوز يقودنا للتوبه للاعتراف، عاوز خلاص نفس كل إنسان. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق. كان ممكن يطرد آدم على طول من غير نقاش ومن غير كلام، وقايين كذلك، لكن ربنا زي ما قلتك بتقول بيسأل الأول عشان عايز الاعتراف. ربنا بتغلبه رحمته جدا. يعني إيه؟ يعني الرحمة جواه بتتحرك بسرعة، الحنية بتتحرك مع كل إنسان. يعني كلام حضرتك ده اللي بتحكيه عروس النشيد لما قفل الباب وقعدة جوه هي والعريس عمال يخبط، يقول لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي، وهي كسلانة مش عايزة تكلف نفسها تقوم تفتح. قلبها ربنا يدخل، تقول له قد غسلت أرجلي كيف أوسخهما، كيف خلعت ملابسي كيف ألبسهما، وعمال يخبط. هي بتقول حبيبي مد يده من الكوع، بيقول لها ده أنا اللي واقف على الباب، أنا صليبي أهو، ما
يعرفها بنفسه وهي ولا هي هنا. فبعت شوية صغيرين بس، فهي جات لها شوية تجارب، فبدأت تبكي تنزل دمعة واحدة بس. هو جي جاري وقال لها حولي عني عيناكي لأنهما قد غلبتاني. إيه يا رب، اتغلبت قدام دمعة واحدة من إنسان خاطي؟ ما أنا تعبك بقالي قد كده ومش عايز أفتح ومعاني. شوف الحنية الكبيرة قوي. أكيد ربنا يسوع بيحب حب محدش يقدر يعبر عنه أبداً أبداً أبداً. إحنا هنتكلم بقى إزاي إحنا بنستغل حب ربنا ده، ويمكن بطريقة سيئة ومع ذلك بيصبر علينا. لكن ناخد مداخلة أستاذ يوسف من الجيزة. مساء الخير. إن شاء الله. أهلاً بيك يا أستاذ يوسف، اتفضل. يوسف اهلا بيك، اتفضل. بعد اذنك انا يعني بامانه انا واقف في مشكله بقول لك وعاوز ابونا يجاوبني عليها. طبعا سامعين حضرتك، معاك. انا المشكله بتاعتي دي بيني وبين مراتي، يعني زياده محاوله. معايا؟ سامعين حضرتك، كمل اتفضل. وما بعد اذنك يعني عاوز اسامح وعاوز ارجع، ما مش لاقي حد يجي معايا. ما بصدق ربنا ارى دي اوايا دينيتي في الدنيا دي، مش لاقي حد هي تفتح تشوف في المشكله. يعني هي مشكله معينه وانتوا برضو لسه ما زلتوا مع بعض في بيت واحد في مكان واحد، ولا انتوا منفصلين، ولا ايه بالظبط يا استاذ؟ منفصلين، والمفروض بكره اروح يعني باذن الله يا رب. يعني مش عارف انا ساعه الموضوع هيوصل لصلاه، احنا المفروض ان احنا نطلع. المفروض، بس انا مش عايز اطلع صراحه. طيب انا ليه عند حضرتك معلش سؤالين، من وجهه نظرك حضرتك ولا هي اللي اخطا، وحضرتك اللي عايز ترجع وهي رافضه، ولا انتوا الاثنين ممكن ان انتوا تسامحوا يعني؟ هي اساسا انا مش عطلان فيها، اهلها وواحد يسوي خادم وده مكان كبير ماشي، ومش معرفين مكانها. فاهماني؟ المواد دي بعد قطعت وبعد ما عملت صدمه في صور خيالي. معايا؟ مع حضرتك. وبطلب منهم ان هم يساعدوني ويرجعوا او اروح واشوفهم في المكان اللي هي فيه ماشي؟ وترجع تاني لدنياتها والنصيحه ودنيتها واللي عشان الصلب عشانها ماشي؟ يا ولا في الدير. مساعديني ان انا حتى اسمع صوتها ولا اروح واشوفها. قلت لك حابب انك تساله حاجه؟ انت متجوز ايه لك كام سنه يا استاذ يوسف؟ نعم؟ ادي لك كام سنه متجوز؟ ليا حوالي دلوقتي باسم الصليب داخل في سنه وثلاث اشهر. سنه وثلاث اشهر بس. والمشكله اللي بينكم مشكله بينك وبينها شخصيا، ولا في حد طرف غريب؟ في طرف غريب. طيب استاذ يوسف، حضرتك عندك استعداد ان انت يعني تسامح ايا كان الخطا من مين وتبدا صفحه جديده؟ بشكرك يا استاذ يوسف. ناخد كمان استاذ رامي من سوهاج. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اتفضل. مقبل عياد ابونا. الله يسلمك، تعيش يا غالي. اخبار جسمك؟ تمام بصلواتك الحمد لله. نتكلم ابونا على حلال الابوه في الكهنوت، وانا ما شايفش حمام الاباوه في الكهنوت. واحد بقى جثه في الاباء الكهنه متعصبين ومتطرفين جدا جدا يا ابونا، واسلوبهم ما يليقش. يعني انا راجل خادم في الكنيسه فاهم الدنيا، اسلوبهم ما بيليقش ب يعني رب سمح لي بلفظ الكهنوت خالص خالص. خلاص اتفضل خلاص. تمام طيب بشكرك يا استاذ رامي، ورساله حضرتك وصلت، وبرده قدس ابونا هيجاوب عليك. نبتدي باستاذ رامي. يعني اتكلم عن حنان الابوه في الكهف. هو حنان الابوه موجود مش موجود، بس واضح ان الدير مكان واسع ومكان فيه زوار كتير جدا وناس مختلف الثقافات والفئات وكده. هو طبعا جاب اسماء ناس هناك وده ما كانش المفروض. لا احنا بغض النظر عن الاسماء خالص، احنا لو اتكلمنا عن فكره هو بيتكلم على انه قدم العذر بتاع الدير بس طبعاً. الدير عنده عذره واستقبال ناس طول اليوم، يمكن يكون ابونا اللي واقف ده واقف طول اليوم يستقبل ناس ومش عارف او واحد يطبطب عليه واحد ينرفزه واحد طلباته كتيره، فمعلش يعني كلنا بنعتذر لك عن ابونا ده، اكيد هو غصب عنه خالص. لكن هو الكهنوت طبعا لو خلي عن الابوه بيش كانوت طبعا كلنا عارفين دي، وانا بوعظ نفسي في الاول يعني انا اسف ما اقصدش بيها اقولها لاي احد اب كاهن، انا اقل واحد فيهم طبعا. لكن ما يميز ابونا انه يكون ابونا، يعني لما يجي حد قدامي ويحكي لي مشكلته
انا بشمله بفكري وباهتمامي واسال عليه وبطمن وارتاح جدا لما المشكله تخلص وهو يعيش في سلام. ده عملي ده يفرح المسيح. اللي ما بيلاقيش كده من الاب الكاهن اللي بيتعامل معاه بيبقى صعبان عليه نفسه قوي، رغم مشغوليات الاباء الكهنه واللي كلنا عارفينها وتسابونا، بس دايما كل واحد بيتعامل مع الاب الكاهن بيبقى نفسه يحس ان هو بس مشغول بيه، انه بيفكر فيه، انه زعلان عليه، بيهتم بيه. فيعني احنا لو لمسنا العذر زي ما بنلمسه لابائنا بنلمسه كمان طبعاً للناس اللي بتبقى موجوعه وتعبانه. فيعني قدسك وجهت رساله لكل ابائنا اللي ليهم مننا كل الاحترام طبعا، ان احنا لازم يعني نحتمل الانسان ده حتى ان كان خاطئ، حتى ان كان طريقته وحشه. وكل اباء بيعملوا كده كلهم يعني، طبعا بصرف النظر عن اي حد يعني، لكن كل واحد ابونا في وضعه الطبيعي المرتاح بيحوط على اللي حواليه جدا ويحط احتباطه وبيشمله برعايته. واكيد ابونا ده لو في واحد ابونا عصبي مثلا الاخ يقصده اكيد بيعمل كده مع ناس ثانيه يعني، ايه ما اقصدش مش معاك انت بس، مش موقف شخصي. أيوة مش موقف شخصي بس هي حاله طباع. لكن طبعا الكهنوت ابوه فقط لا غير. وخلينا نقول ان ممكن يعني انا شخصيا لقيت ان التفاهم بيني وبين اب كاهن معين بيريحني اكتر، فاتخذت منه مرشد روحي او اب اعتراف، ده بيكفيني مهما اختلف طباع الاباء الكهنه. فممكن هو يدور على اب كاهن يكون مرتاح معاه ويحس معاه بحنان الاب. علشان كده الكنيسه سايبه حريه اختيار اب الاعتراف. تمام، انت مش مهم بتاع ابونا بتاع كنيستك، اختار اي ابونا في اي مكان، واكيد هتلاقي ما بين كل اب كاهن واب كاهن في ابوه وفي حنان وفي رعايه، وكلنا بنلاقي الحكايه دي اكيد. طيب نرجع لسؤال الاستاذ يوسف ومشكلته مع زوجته برضو. هي دي مشكله شخصيه، وواضح كمان ان الخادم او الخدام شايفين ان في خطر على ايمانها في وجودها في البيت او في المكان او البلد اللي فيها الاستاذ يوسف. فهم بعدينها شوي، في خطر، في خلل، فهم بيحاولوا يصلحوا الخلل ده وبعدين هم هيتحايلوا عليه عشان يرجع. بس لكن واضح ان الوقت المناسب مش هينفع. لو هو عاوز ياخد خطوه هو كمان يعني انه يساهم في انه يرجع علاقته بزوجته وبيته وكيانه واسرته، لو حب ياخد الخطوه دي برضه قدسك تنصحه بيه يعمل ايه؟ هو يفهم كويس الحاله اللي موجوده فيها زوجته يعني. يمكن حصل فجوه كبيره بينهم، فيمكن هي ما اقدرش اقول حاجه يعني، لان ما عندناش تفاصيل برضه الموضوع، ما عندناش تفاصيل. لكن هو يفضل على موقفه ويحافظ على زوجته ومراته، دي من الحكمه انه يحافظ. يتواصل اكتر مع الخدام كمان ويقول لهم انه ممكن يساعد هو كمان معاهم انه عاوزها. لو ما كانش هو السبب في المشكله يتواصل معاهم وهم هيوصلوه بسرعه. لكن لو كان هو السبب ممكن يحصل فجوه ثانيه لو قرب شويه. لكن نصلي كلنا ونقول يا ربنا يتمجد البيت ده والاخ ده ويقرب من مراته ان شاء الله، ربنا يحط سلام. ومش بس مع الخدام لكن حتى مع حد من الاباء المتدخلين في الموضوع ويقول لهم قد ايه هو حريص على بيته وعلى اسرته. كل الاسر محتاجه حكمه. بصي في مشاكل في معظم الكل في كل الناس طبعا، في كل البيوت، لكن محتاجه حكمه في التصرف، حكمه في الكلام. يعني عندنا في الكتاب المقدس امثله جميله جدا. يعني مثلا زوج حنة اللي اسمه القانة كان متجوز حنة وفننة، وحنة مرة اتنرفزت وقالت له انا لازم اخلف وكده يعني. فهو كان ممكن يقول لها انا مالي انا مخلف، انا العيب مش من عندي، التانية مخلف. لكن قال لها كلمة حلوة قوي، قال لها اما انا عندك فخير لك من 10 بنين. الكلمة بتستوعب وتعمل سلام وتعدي المشكلة. الجواب اللين يصرف الغضب. دي لكل أسرة ولكل بيت أكيد. طيب معنا كمان مدام سامية من الأليوبية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي مدام، تفضلي. أنا ظروفي معلش يا ظروف صعبة قوي. جوزي شغال أرزاقي يعني مش شغال في مكان معين. بتمر علينا أيام صعبة كتير قوي 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 قوي. ورحت للكنيسة بتاعتنا هنا ما حبتش إنها تسيئ، انا رفضت انها تساعدني، حتى طلبت منهم جوابات ان انا يعني جواب مره واثنين ما رضوش يدوني. رفضوا. بنتي محتاجه يعني عندها استيعاب ضعيف، وبوديها لدكتور التخاطب، بتديها جلسات مرتين في الاسبوع. محتاجه اكل ومحتاجه حاجات معينه مش قادره اجيبها لها. جوزي يعني ظروفه مش مساعده. فيعني قلت لو حضرتكم تقدروا يعني تساعدوني ان انا تجيبوا له توك توك مثلا يشتغل عليه، لان بيجي علينا العيد
بتبقى ايام صعبه جدا وببكي بالدموع، ببقى مش عارفه اجيب يعني، جه عليا كذا عيد ما جبتش لبنتي هدوم، طيب ما جبت لاولادي الاثنين ما جبتلهمش حاجه، ببقى مش عارفه اعمل اي حاجه. بصي مدام ساميه، اكيد ربنا يعني سامع صوتك وصلاتك، ربنا يدبر كل احتياجاتك، وهستاذن برضو حضرتك انك تسيبي لنا رقمك في الكنترول، واكيد ربنا سامع صوتك قبل ما احنا نكون سامعين، ويدبر كل اعوازك ان شاء الله. ارجع لقدسك مره ثانيه، و يعني برضو ربنا بيبقى سامع صلاة الإنسان، بيشتكي بصوته لكن سوء لقلبه يمكن أسرع مما هو يفتكر، بيدبر له كل احتياجاته. نرجع مرة تانية للتوبة، وكنا قبل المداخلات بنتكلم عن حنان ربنا الكبير جدا، واللي بيشمل الإنسان وطول أناته علينا، لدرجة أن احنا أحيانا بنستغل صبر ربنا علينا، بنفتكر أنه هيحصل إيه. خلينا نتكلم شوية عن استغلالنا للحب ده، وربنا بيتعامل كمان مع الاستغلال ده إزاي. شوفي، هو ربنا ده أكتر واحد بيعذر ويجيب لنا أعذار ويقدم لنا حلول، أكتر واحد الحنية والحب والرحمة اللي جواه بتغلب حتى التفكير. هو اللي على الصليب قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يدرون، مع أنهم يدرون، هم عارفين بيعملوا إيه. والإنجيلي يقول لو عارفوا ما صلبوا رب المجد، لا عارفين وصلبوا وقالوا دم عينا وعلى أولادنا، لكن ربنا بيغفر ويستر ويعذر جدا. وده طبعا واضح من حنان ربنا لنا كلنا. ربنا ده بيغفر الإساءة ليه، فيه هو بيغفر كل أنواع الخطايا، بمجرد ما نروح نقدم له توبة، حتى إن كانت توبة وقتية، حتى ما كناش كارهين الشر، لكن ربنا بيتعامل معانا ويقول يا ابني حاضر، ويستجيب ويحسسنا بحنان وبحنانه ويدينا خير كتير. ده حنان ربنا، دي الإبوة اللي موجودة في ربنا. فإحنا بنستغل الحنان ده طبعا من غير كلام، وهو موافق وهو فرحان بكده، أو مش أقصدش مش فرحان بالتوبة الشكلية، لكن بيقبل توبتنا علشان إيه، عشان خاطر مرحلة من عمرنا تعدي ويمكن نتحسن. ولكن الله بيحب كل إنسان تايب، وبيحب كل إنسان كاره الشر، يحب كل إنسان تارك الخطية. بس ربنا ممكن يتعامل معنا بالتجارب، شايفني بتوب توبة شكلية يديني تجربة، شكلية يديني تجربة صعبة تاني، وبرضو ماسكني يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيه. هو بيجربني ويسندني ويديني تجربة صعبة، وفي نفس الوقت بيغفر لي، وهيفضل كده مهما احنا استغلينا ومهما طولنا، هو كمان هيطول في التجربة اللي بيديها لنا. في إنجيل لوقا إصحاح 15 يقول إيه؟ وجاء إليه جميع الخطاة، شوف التعبير، وجميع العشرين كانوا يدنون منه، ففرح قوي، راح ضرب لهم ثلاث أمثلة عن التوبة في نفس الإصحاح. فرصة لقى كل الخطاة موجودين وكل العشرين موجودين، ما وجهش ولا كلمة لوم، تخيلي، ما قالش ولا واحد فيهم لو عملت كده تاني هيحصل كذا، أو أنا هحرمك من السماء، أبدا. ده يكلمهم عن مثل ابن الضال، وبعدين مثل الخروف الضال والدرهم المفقود، ويتكلم عن الفرح الكبير جدا للتائب، تخيل، كأنه بيقول له يا ابني توب عشان انت تفرح، ويقول ايه، وقع على عنقه وقبله، على ابن الضال، ربنا الأب وقع على عنق ابنه وقبله، فرحان بيه جدا برجوعه، ما فكرش في انه مشي وكان قاسي القلب لابن الضال ده، وفكر في نفسه بس، وما فكرش في ابوه، كل حاجه دي ربنا ما فكرش فيها، بس فرح برجوعه. فهو ده ربنا الحنين قوي اللي رحمته كبيره قوي. وعلى الرغم من الانسان، او خلينا نقول الابن الضال اللي احنا بنتكلم عنه، يمكن ماشي متمهل لانه خايف وبيفكر هيقبلني ولا لا، بعد كل اللي انا عملته هلاقي الباب مفتوح ولا مقفول، نلاقي الاب في المثل، وزي ما رب المجد كان بيحكي وبيروي للخطاة والعشرين، الاب هو اللي خرج وهو اللي جري وهو اللي وقع على عنقه في الاول طبعاً، وده دليل على الانتظار. معانا استاذ تواب من المنيا، اهلا بيك. الو، اهلا بيك يا استاذ تواب، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا تواب من المنيا، بس بشكر يا فندم من قبل ابونا ايدي. تعيش. الو، تعيش، احنا سامعينك يا استاذ تواب. صلواتك معانا يا ابونا، تحافظ علينا من كل وحش. امين، صلوات العدل، ربنا يفرح قلبك وقلبهم. اتفضل يا استاذ تواب، في سؤال عند حضرتك. يا فندم مساء الخير. مساء النور، اتفضل، سؤالك ايه يا استاذ تواب؟ يا ابونا تعيش، الله يسلمك. نطلب صلواته معانا على طول ومع الناس كلها.
امين يا وفرح قلوبه وقلوب النشعين كلها. امين امين يا رب. في اي سؤال لحضرتك يا استاذ تواب؟ والله طالب ابونا يصلي لنا كده بنبقى تعبانين كده من المرض وعايزين صلوات وكده معانا على طول. ربنا يسمع صلواتك. عايز بعد خلاص البرنامج تتصلوا بيا عليك، ده عايز سؤالتكم بموضوع كده. ان شاء الله يا استاذ تواب بشكرك وربنا يفرح قلوبكم جميعا. ام ايهاب كمان من المنيا، اهلا بيكي. ام ايهاب مساء الخير. طيب تحاول تكلمنا مره تانية. انت تعرفي ان ربنا ما لامش ولا واحد من خطاها اللي في الكتاب المقدس اتقابلوا معاه؟ يعني المراه اللي تمسكت في ذات الفعل ما وجهلهاش ولا كلمه لوم. الناس واقفين كل واحد ماسك حجر ومنتظر المسيح يطلع لفظ بس ارجموها. وشوفوا الناس بتعمل ايه في بعضيها، شوفوا الناس بيحكموا على الست دي. ودفع عنها وقال لهم من منكم بلا خطيئه فليرميها اولا بحجر. وكان بيلام على ده يا أتسهون، يعني حبه للعشارين وللخطاه وطول الوقت قاعد معاهم. كان الناس بتلومه على المحبه ورده دايما لا يحتاج الاصحاء لطبيب بل المرضى. يعني انا كاني ما جئته، يعني جاي للناس الغلابة دول، الناس المساكين بالخطية دول. والمرأة الخاطئة أنا بتهيألي أول مرة تشوف في حياتها حد كده يقول لها أمدانك أحد؟ قولي لي مين كلمك وأنا دافع عنك؟ قلت له محدش. قال لها وأنا لا أدينك. حنان كبير جدا، كبير خالص. في معجزة إقامة ابن أرملة اتنين، المسيح ماشي في الشارع وشاف واحدة ست أرملة بتبكي، فرحمته ومشاعره اتحركت مع بكاء الارمله. مالك؟ قالوا له دي ارمله وابنها. راح بسرعه راح ناحيه النعش قومه مخصوص عشان دموع الست دي. تخيل يعمل معجزه اقامه موتى مخصوص علشان دموع واحده ارمله. ولما قومه دفعه لامه قال لها خدي افرحي، خدي حولي العين اللي بتبكي دي حوليها الفرح. فهو ده ربنا الحنين قوي اللي رحمته بتتقدم عن 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 عقوبته. في واحد من القديسين يقول ايه؟ يقول الله لا يلومك اذا اخطات لانه رحيم، ولكنه يلومك اذ لم تتب. هيلومك لو ما تبتش، لكن مش هيقول لك انت اخطيت ازاي او ليه، لان رحمه ربنا كبيره قوي. وده يخلينا نقول ان في الاعتراف، ويمكن هتكلم مع قدسك في النقطه دي، ناس كتير بتعول هم الوقت اللي رايحه تعترف فيه، هقول اللي انا عملته ده ازاي، وهل مطلوب مني اقول التفاصيل ولا اقول الخطيه بس كده كعنوان ان انا وقعت في كذا. الموضوع ده بيخلي خطوه الاعتراف تقيله قوي على الناس. بس معانا استاذ صفوت من اسكندريه، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ صفوت، اتفضل. اهلا وسهلا. تعيش، الله يسلمك. الله يخليك يا دكتور صابون، صلواتك معانا يا دكتور صابون. طول العدل، ربنا يفرح قلبك. الله يخليك يا دكتور صابون، الحمد لله محمودوك يا دكتور صابون. تعيش. هم ابهاتنا برضه في الصعيد شادين اللي هو ربنا. يعني الو؟ سامع، اتفضل، سامعينك. اه يا دكتور صابون. اتفضل. برضه ابهاتنا في الصعيد شادين شويه يعني تعبنا. اهو حضرتك من اسكندريه وعايش في اسكندريه مش كده؟ لا انا شغلي في اسكندريه بس انا من القاهره. شغلي في اسكندريه بس انا من القاهره يعني. طيب استاذ صفوت، حضرتك بتشوف الشده بتاعت الاباء اللي انت بتتكلم عنها او الحزم ده في امور خاصه بالكنيسه مثلا بيوصلوها للناس او بيشدوا عليهم فيها انها لازم تتنفذ كده، لازم نعمل كذا واحنا في الكنيسه، ولا في التعاملات الشخصيه ولا في الناس؟ يعني ان يكون ايه ملاطين شويه للامور ببساطة يعني، ويكون ايه الولد دايما سليم ويقول لك لا الولد مش كويس الولد بتاع، عايزين ايه ما يكونش شادين جو يعني. طيب شكرا ليك يا استاذ صفوت. هي رسالتك وصلت للاباء اللي انت قلته، وصلت الرساله احسن ما احنا نقول اي حاجه. واكيد الاباء هيهتموا جدا بيه يعني ويحل المشكله دي يعني. لكن احنا اللي بنحدد معاملتنا مع ابونا او اي حد. يعني الاسلوب اللي انا بتكلم بيه هو اللي بيحدد المعامله. وانا مش هحكي مشكله شخصيه، انا في قريه من القرى اللي عندي في واحده متجوزه اصلا من الصعيد، وانا ما عرفتش اتعامل معاها مع ان انا ارض اصلا برضه من الصعيد، لكن هي كانت بالصعيد جوه خالص. روحت حصل مشكله بينها وبين جوزها وروحت هناك، ابونا هناك طلبني في التليفون
قال لها شويه كلام صعبين جدا انا ما اعرفش اقولهم ابدا، لكن اتحلت المشكله. ابونا حلها بطريقته الشديده دي. فانا قلت ايه، ابونا ده ممكن انا ما ينفعش مكانه هناك، ويمكن هو ما ينفعش، بس هو اكيد كل الاباء ينفعوا في اي مكان يعني، لكن الطريقه بتاعته هي اللي حلت المشكله، والست دي هي اللي حددت طريقه التعامل معاها. يعني ابونا كلمها بالطريقه دي علشان هي اللي ينفع معاها الطريقه دي. يعني الاباء كمان هم بيشوفوا طبيعه الناس اللي بيتعاملوا معاهم في اماكن خدمتهم طبعا، وايه الافضل طريقه للتعامل، ده اللي بيعمله. في شخصيات بتبقى صعبه زي ما قلتك بتقول كده طبعا، تحتاج لهجه معينه، هي دي اللي بتوصل لهم، بتحل خلاص بيحل بعد احيان بتكون الشديه تحل المشكله، بعد احيان بتكون نوع من الحكمه، محدش بيخسر حاجه، نقول حزم بقى يعني حزم. مش شده لدرجه القسوه لكن نوع من الحزم. لكن هو قدامه هدف بيعمله يحل المشكله، فبيعمله بالطريقة اللي هو شايفها أقصر طريق لحل المشكلة. أنا شايفة أن يعني معظم الشكاوى اللي من النوع ده، أو أن احنا بنشوف الشدة بتبقى في الصعيد، فبرضو نرجع ونقول شخصيات الصعيدة كمان جامدة شوية، فأحيانا في ناس بتحتاج للحزم، يمكن ده اللي بيخلي الآباء يتعاملوا جدا 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 في الصعيد، وفي شعب حلو رغم جدا حزمهم. جدا جدا يعني من الطرفين. بس يمكن ده موقف مع الأستاذ ده، لكن هو أكيد ده حنين جدا، وأكيد أبونا التاني حنين، وأكيد في تفاهم للموضوع، بس هو موقف عدى في شدية أو حزم شوية أكيد. ودايما الحزم بيبقى وراه حب كبير، وإحنا برضو هنقول أن الأباء دي صورة ربنا على الأرض. فدايما ربنا لما بيشد على الإنسان وبيكون حازم، بنشوف حزم ربنا في مواقف كتير، بيبقى وراه حب كبير عايز بيه الإنسان، وكذلك كتير من الأباء كمان ما بيشد وبيكونوا هو رسالة الأستاذ ده وصلت لي أنا، وصلت لكل الأباء، أن إحنا ناخد بالنا ونحتمل وما نشدش بحزم عشان خاطر النفوس محدش يزعل يعني. وخصوصا لو اتكلمنا عن الشباب والولاد في سن المراهقة كمان بيحتاجوا تعامل معين. مدام منى من القليوبية، أهلا بيكي مدام منى، مساء الخير. أيوة أهلا بيكي. أيوة يا فندم، اتفضلي. أيوة بس أستأذنك بس اسمعينا من التلفزيون، من التليفون، ووطي التلفزيون. التليفون ووطي التلفزيون. أيوة الو، احنا معاكي سامعينك، اتفضلي. انا منى من القاهره. من القاهره، اهلا بيكي مدام منى. بس كان عندي مشكله مع جسمك، ممكن اسمعك هو سامعك معاكي، اتفضلي. سلام يا منى. سلام، اتفضلي. وقبل ايامك تعيش، الله يسلمك. انا عايزه اقول له انا اتجوزت جوزي، وكان موضوع حب ومش حب، المهم يعني ان انا اتجوزت، وبعد كده اكتشفت مع الوقت ان هو يعني لما ابتدوا بنات، انا كان معايا بنتين، ابتدوا بنات يكبروا، ان هو ما بقاش مهتم بينا ولا بالبنات، وبقى ماشي. انا ما كنتش اعرف، لكن بنتي في اعدادي، في اول اعدادي، ابتدت تقول يا ماما دوت مش طبيعي، ده بره البيت، ده اكيد في حد في حياتي. نتصل بالتليفون نلاقي واحدة بتشوف بالأسلوب مش كويس، وهو تليفون وهو جنبها طبعا. المهم يعني من ساعة المواضيع دي حاربنا فيها كتير، وولادي خلصوا ثانوية عامة ودخلوا الجامعة، وخلصوا جامعة نشكر ربنا، واشتغلوا نشكر ربنا، لكن ايه هو يعني مش قادر ينسى. حتى اللي كانت معادي بترد علينا كلام وحش جدا، وهو من تليفونه وتقول لنا كلام وحش جدا، يعني مش يعني انا خلاص بقيت مسيطره عليه. طيب احنا شكرا ليك يا مدام منى، وتسابونا هجاوب عليكي، لكن ناخد كمان ابو مينا من الهرم، اهلا بيك ابو مينا، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك، اتفضل. ممكن اكلم التمرة؟ هو سامعك، معاك، اتفضل. تعيش، الله يسلمك. تعيش. دلوقتي يا ابني انا ليا اربع كلاس كله، وفي خطيه زمان قوي فعلتها، بس ما مش قادر اقول عليها، وصليت ربنا وقلت ربي اغفر لي الخطيه ديت. تمام، اتفضل. الرساله وصلت، انا فهمت حضرتك عايز ايه. تمام، شكرا ليك يا ابو مينا. نبتدي بابو مينا. مشكله ابو مينا مشكله ناس كتيره جدا، ان في خطايا في حياتنا، والحمد لله هو تاب عنها، ما مش موجوده دلوقتي،
وعاوز يتخلص من التأنيب الضمير اللي جواه، يتخلص من الخطية وعاوز يرضي ربنا، ودي حاجة حلوة، ده صوت الروح القدس اللي جواه. هو المفروض ان احنا نعترف عشان نكشف الشيطان، نكشف الخطية. يعني انا ما بتكسفش وانا بعمل الخطية، فبقى راح اتكسف بقى وانا راح اعترف. لكن هو لازم يعترف بيها، يروح لابونا باعترافه، او يروح يعترف عند حي حد حتى ما يعرفوش، ما يعرفوش مفيش مشكله، لو محرج او بلاش الدير عشان ما نعسرش حد، يروح اي مكان حد ما يعرفوش ويعترف بيها، وربنا هيقبله، هيقبل توبته، وربنا سامع صلواته. بس هو يروح عشان ياخد الحل، عشان هو كمان ضميره يبقى مرتاح، عشان يشعر ان هو الخطيه دي ايه اتغفرت. يعني احنا بنقول له لازم تعترف بالخطيه حتى لو انت تبت عنها، حتى لو اتكلمت مع ربنا، واختار اي طريقه زي ما قدسك بتقول، روح لحد ما تعرفوش. ينفع يكتب الخطيه دي في ورقه ويديها لاب اعترف بها؟ اصل في ايه بتقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل. ويقول من يكتم خطاياه لا ينجح. شوف من يكتم، من يعترف بخطايا ينجح. ينجح في ايه؟ ينجح في التوبه. فعشان خاطر ما نبقاش كتمنا خطيتنا نعترف بيها باي صوره من الصور، لكن هو ربنا هيغفر له، ربنا سامحه، وربنا بالنسبه له خطيه اتنست، لكن عشان هو يبقى مستقيم امام الله بلا لوم. يختار بقى اي طريقه، المهم انه يوصل الرساله بتاعته او الخطيه او الاعتراف بتاعه للجهة. يروح يعترف، ياخد حل عن الخطيه دي، اي اب كان ما يعرفوش راح مكان تاني مفيش مشكله خالص، المهم انه يعترف. طيب نروح لمدام منى ومشكلتها، وانه زوجها بيعرف واحده تانيه بقاله فتره. هو طبعا دي مشاكل كتيره جدا اليومين دول بسبب الميديا. لكن هو هيتغير، هو هيتغير باذن الله. هي تطول بقى لها شويه، هي بتقول بقاله سنين يا تشابونا، يعني بقاله فترة طويلة ولغاية ما بناتها كبروا. هو دايما الناس او لما المشكلة هو في مشكلة يحس المشكلة سنين طويلة، يضرب ارقام كبيرة، 3 سنين و5 سنين، وهي بتكون ولا حاجة من كل ده. بس هي عشان في مشكلة فحاسة ان المشكلة طويلة قوي. لكن تطول بالها شوية وتصلي له، الصلاة هينقذه 100%، هينقذه بأي طريقة من الطرق، لكن ربنا هينجيه وهينجي بيتها. لكن هي تتعامل مع الموضوع بحكمه شويه، تتعامل معه بحكمه وتهتم بيه بزياده. يمكن يكون في تقصير من ناحيتها، يمكن معاملتها معاه خليها بيعمل تفرقه بين حد وحد، ممكن. لكن هي تصلي وربنا هيغيره، وتعترض على الخطيه برضه، تعترض على الوضع. انا لسه كنت هقول لقدسك، هل تقول له انها رافضه وانها مش عاوزه يبقى في شجار، ولا كانها ما تعرفش وتتعامل بشكل طبيعي؟ تقول له انها عارفه، تقول له انها عارفه والموضوع مكشوف قدامها، بس ما تطولش في المشاكل. لان الشيطان بيكبر الموضوع دي عند الزوج، حاسسه ان الراجل والسيد والوضع ده كله. فهي هتصلي له ان ربنا يغيره زي ما غير ناس كتير جدا، ويطرد الخطيه دي من جواه، لان دي مشاعر منحرفه وافكار منحرفه سببها الوضع، الوضع ان في ناس كتير فيها الحكايه دي. ربنا ينجيهم كلهم. ودايما في صلواتنا احنا نصلي الحكايه دي، يا رب اذكر كل الخطاه اللي الشيطان ضحك عليهم بمشاعر منحرفه، اذكر رب الخطاه اللي الشيطان بيبعت لهم مشاعر شكل حلو حب ولكنها انحراف، يبعدوا عن السماء ويفسد اسرته. فاحنا كلنا نصلي من اجل الناس اللي زي دول، لان كل الناس مجربين. تنصحها بايه مع البنات؟ يعني البنات يتعاملوا مع باباهم ازاي، خصوصا ان هم عارفين ويعني واضح ان هم حاضرين معاها كل التطورات والمكالمات دي. واضح طبعا ان هي مش متمسكش نفسها قدامهم، بتتكلم كلام كتير، فده هيزود الموضوع ويحط قساوه من البنات ناحيه ابوهم شويه، يدخلوا في المشاكل، ابوهم يصغر شويه في نظرهم. دي حاجات كتير يفضل انها تخلي مشاكلها في اوضتها الشخصيه وبطريقه فيها حنيه شويه. الشديه ما بتجيبش نتيجه ابدا، عمر ما كان العصبيه والنرفزه والخلاف عمره ما يجيب نتيجه. انا بيتهيألي الدفء الاسري هيجيب نتيجه اكتر. ما تتكلمش عن باباهم كلام سلبي قدامهم، ده يفضل. المشكله يعني هتتحل وهتخلص، بس الكلام هو اللي هيفضل في ودان ولادها. اكيد. استاذ ناظم من سوهاج، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اتفضل. الله يخليك، ممكن انا اكلم الصابونه؟ معاك، بس استاذنك بس نعلي صوتنا شويه. ممكن اكلم الصابونه؟ هو سامعك، معاك. مساء الخير يا ابونا. مساء الخير، اهلا بحضرتك. الله يخليك يا ابونا. الله يسلمك. ممكن عندما كل واحد بيروح خلوه الفترات او يعني مثلا مش رهبانه ولا حاجه، فقلتك بعد انتهاء الخلوه بحس ان هي يعني بتاكل الدير اكتر واكتر، وفي نفس الوقت بتجيله كده يعني افكار يعني تبعده عن الدير في اماكن كتير قوي.
يعني حضرتك يعني عايز تترهبن وبتروح الخلوة كراهية كتلميذ رهبنة، ولا بتروح تاخد خلوة كام يوم حلوين لا كام يوم حلوين تاخد فيهم بركة الدير وروحياتك؟ كام يوم يا ابونا، مش رهبنة، روحياتي يعني. اه فانت لما بتمشي من الدير بتبقى نفسك ترجع تاني. اه اه طب تمام، اتفضل. شكرا ليك يا استاذ نصر. هو روحياته حلوه قوي وبيتاثر بالمكان. دايما احنا ايه، ممكن اقول ترنيمه انا يسوع انا الخاطي، ممكن اقولها في البيت، ممكن اقولها في الكنيسه، ممكن اقولها في الدير، بس المشاعر اللي موجوده مع الترنيمه ساعتها هي اللي بتسيب وراي اثر كويس قوي. هي نفس الترنيمه وهو انا نفس الشخص، بس انا مشاعري الروحيه جدا وانا في الدير كانت عاليه مرتفعه قوي، فحسيت باحساس رائع وانا في الدير، فبقول الخلوه دي ما حصلتش، الخلوه دي روحيتها عاليه، بس هي المشاعر الروحيه هي عاليه عنده قوي، فده الاحساس الحلو. هو لما بيروح الدير روحيته بترتفع. فهو واضح كمان انسان حساس وصلواته حلوه، هو يصلي في البيت كمان ويصلي في الكنيسه هيلاقي نفس النتيجه. لو الواحد بعد خلوة حلوة زي اللي بيحكي عنها أستاذ نظم ويرجع يلاقي نفسه مش عارف يتعامل مع حياته بقى الطبيعية، شايف إن كل حاجة والعالم مليان غش ووحش ويبقى عايز يرجع مرة تانية للخلوة، إزاي ممكن الواحد يستفيد من الأيام الجميلة اللي بيعيشها في خلوته عشان يقدر يتعامل صح في عالمه وفي حياته؟ هو لازم يكون نموذج كويس قوي في المجتمع اللي مش حلو ده. مرة راح معانا، كان في رئيس مدينة راح معانا الدير وشاف الاباء الرهبان وهم ضيفوه ضيافه كويسه جدا، طلع قال جمله حلوه قوي، قال الدير ده عامل زي ايه، الرهبان دول عملوا لنفسهم مدينه العجائب، مدينه الحياه الحلوه، مدينه المحبه، وفصل نفسهم عن مدينه العالم. ان هو عاوز يقول ان هم عملوا نفسهم مجتمع نظيف قوي خالي من كل حاجه. هو لو واحد من دول نزل بعد الخلوه عاش بنفس الطبع ده قدام العالم، ليروا اعمالكم الحسنه يمجده. اه لو كنتم من العالم لازم يبين ان هو مش من العالم ده، مش لازم يرفض ويتخانق ويتذمر على عيشته، ولكن هو يعيش باستقامه كويسه جدا بروحيات حلوه، يتكلم مع الناس كلهم عن ربنا الحلو الحنين اللي هو شافه في الدير. اكيد، لانه لو تذمر على العالم اللي هو عايش فيه يبقى كده ما استفادش حاجه كمان من خلوته يعني. مشاكل جديده اكيد. معانا مدام سهام من القاهره، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، مساء الخير يا ابونا. اهلا بحضرتك، مساء الخير. ايوه اتفضلي، سامعك. ايوه يا ابونا، انا بنتك تيام من القاهره. اهلا وسهلا، الله يهديك يا ابونا. تعيش، الله يسلمك، تعيش. انا معايا ابني عنده 4 سنين وبتلف بيه على الدكاتره يا ابونا، مفيش دكتور مرسيني على ايه بالظبط اللي هو فيه. في دكتور عنده كهرباء وفي دكتور يقول له عنده جمهور. فأنا بصراحة محتارة يا ابونا، عايزة طلب طلبة ربنا يقف معايا ويعرفني بس ايه مصيره وايه بالظبط، يكون ربنا ايه اللي كاتبهولي باذن الله، ربنا يشفيه. طيب احنا، انت بتشوفي عليه ايه الاعراض يا مدام سهام اللي محيراكي ومحيره الاطباء كده؟ انا شايفه اللي فيه يعني، انا حاسه ان هو عنده كهرباء، هو عنده 4 سنين مش متاخر، وهو لحد دلوقتي لسه ما اتكلمش، مع ان اخته الصغيره بتتكلم وبتعمل حاجات كتير انا مش شفتهاش عليه. فرحت للدكتور، بص لهيئته بعيد جدا، يعني شفتيه تحس ان ده راجل كبير في السن. لكن اقصد بيجيله حاجه زي التشنجات، الحاجات العصبيه اللي بتحصل من الكهرباء، ولا مجرد تاخر الكلام وتاخر مشي؟ لا انا حاسه ان في تاخر في حاجات كتير. يعني مش طبيعي زي اخواته. تمام، ربنا يشفيه ببركة العذراء، ربنا يشفيه، وقدس ابونا اكيد يعني يذكره على المذبح. كل الناس اللي سامعينها دلوقتي اكيد بيصلوا لها ان ربنا يمد ايده ويشفيه. شكرا ليك يا مدام سهام، ويعني ان شاء الله كمان توصل لتشخيص صح، لان بعدها تبدا مرحله العلاج، الاهم حاجه التشخيص المظبوط يعني. طبعا اتصلى كبدايه، وهي كمان تتحرك مع الدكاتره وربنا يلهمهم باذن الله، يا ربنا يشفي بركة اكيد العزر. ربنا يشفيه. نرجع مره ثانيه للتوبه، والنهارده الانسان اللي عاوز يتوب ومش عارف، يعني او الحماس بتاعه ضعيف، او بيقول ده وهو قاعد ومريح يا قدس ابونا، يعني هبقى توب، اصلي مش عارف ابدا منين، اصلي ما انا كل ما بعمل دي برجع مره ثانيه، واعذار كتير قوي احنا بنديها لنفسنا. نبتدي منين وايه الخطوات اللي احنا نمشيها؟ في 3 حاجات هم 3 ليه. لا تسعى للخطيه، ما تدورش عليها بنفسك، ما تروحش، اصل بعد احيان احنا بندور على الخطيه.
واحد يدور على الخطيه في التليفون في التلفزيون في الشارع مع اشخاص الخطيه، لا تسعى عليها، ما تدورش عليها ابدا، وانت تقدم توبه تقدم توبه كويسه جدا. لا تستسلم للخطيه. يعني الحاجه الثانيه لا تستسلم، افرض الخطيه جت والشيطان جابها لك، ما تستسلمش، اعمل زي يوسف الصديق اللي الست لحت عليه جدا مرات فوتيفار، اكيد كم مره مش مره واحده، اكيد مرات فوتيفار دي كانت بتلاحق يوسف بقى لها فتره اكيد كتير جدا، لكن ما استسلمش ابدا. قول له يا رب اديني عفه يوسف الصديق، يا رب اديني العفه دي، العفه اللي خلت يوسف نجح في كل مكان، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، انا بتهيئ لي نجاحه كان في عفته. الحاجه الثالثه لا تيأس لو سقطت، لو سقطت ما تيأسش، المسيح حنين قوي، المسيح بيقول لك ان سقطت قوم ما تخافش، لا تشمتي بي عدوك، ان سقطت اقوم، اصل الهك منتظرك عايزك قايم، ما يهموش انت سقطت كم مره، ما يهموش ابدا، لكن يهمه انت قمت ولا لسه، انت واقع في الخطيه ولا لسه، قوم يا ابني وانا هسندك. مره واحد من الاباء اتامل تامل جميل قوي، قال انا حسيت بنفسي ان انا خاطي قوي، خاطي وربنا يقول لي بحبك، فرحت جنب الصليب كده والمسيح منهك ووشه ملطخ بالدم، رحت اقول له انت متلطخ بالدم وشايل الصليب ده من اجلي؟ من اجلي انا؟ ده انا الابن الضال اللي راجع بجلابيه مقطعه وريحه خنازير. قال سمعت صوته بيقول لي بحبك. ده انا السامريه اللي كانت عايشه في زنا وانت غفرت لها. قال سمعت صوته قال لي بحبك. طب يعني ده انا مهما كانت حالتك يعني انا كان نفسي اتكلم كتير عن موضوع التوبه، لانه الحديث عن التوبه ما بيخلصش. التوبه حياه، مش مجرد كلمات ولا وقت بس بنقضيه عشان نرجع، لازم تكون في استمراريه. لكن للاسف وقت حلقتنا خلصت، وانا سعدت جدا بوجود قدسك معايا النهارده القمص في ليمون خليفه، كان كنيسه القديس العظيم الانبا انطونيوس بحوش عيسى البحيره. نورتني يا قدسك، وبشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا، انا اللي اخذت بركه. شكرا شكرا. بشكر كمان حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده، واكيد بعد الكلمات اللي احنا سمعناها وتعزينا بيها من قدس ابونا، انا هاخد اخر حاجه من الثلاثه اللي هو قالهم قدس ابونا النهارده، ولا تيأس مهما كانت حالتك، مهما كان ضعفك، مهما كان سقوطك، حتى لو اتكرر مرات لغايه اخر لحظه في حياتنا، ربنا مستنينا، ربنا مستنيك مهما كانت حالتك. ارجع وقوم وقول له انا جاي لك، انا وحش، انا خاطي، بس انا متاكد ان انت بتحبني، وصدقوني مش هتلاقوا غير احضان ربنا مستنيانا ومفتوحه مهما كانت، زي ما قلت وهفضل اكرر، مهما كانت حالتك ارجع وهتلاقيني مستنيك. مره تانية بشكركم، نتقابل معاكم الجمعه الجايه ان شاء الله في حلقه جديده من ربنا موجود، وتصبحوا على خير.